ودي بقى كده شكل البطاطا بتاعتنا اهي، شايفه اهي بقى ما شاء الله جميله، شايفه الجمال من غير اي تعب كده. بسم الله اهي، شوف كده واحده افتحها، بسم الله شايفه مستويه ازاي اهي، شوف بقى اللون من جوه كله مستوي ما شاء الله اهي، شايفه جميلة. والسكر اللي احنا حطيناه على الوش عم نديلها برضو ايه، عم سكر كده. بصي اهي بسم الله، شايفة السكينة نزلت غرزت ازاي عشان مستوية حلو اهي، بس عشان بصور بايد بقطع بايد تانية اهو، شايفة البخار اهو لسه بس سخنة. دي كده اسهل طريقة لعمل البطاطا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا هنجيب البطاطا اهي، هننضفها من الطينة ديت، لازم نغسلها كويس جدا، واحنا هنخصص لها فرشة، فرشة نضيفة كده، دي شكلها بعد ما خلاص نضفناها، شايفه شكلها اهو بقى نضيف جدا مفيهاش اي حاجه. انا جبت لها الفرشه ديت وقطعت من قدام من ورا كده، وده جورنال عادي خالص. نجيب بقى كده الجورنال ونرش ميه، نحطه في الحله وهنرش ميه بالشكل ده، نجيب لها ميه وهنرص بقى البطاطا بتاعتنا اهي في الحله كده اهو بالشكل ده، هنرصها كده زي ما انت شايفه، زي ما انت شايفة كده، ونرش عليها شوية سكر ونرش عليها شوية مية تانيين من فوق كده بقى كده، المية دي بقى اللي هتخليها تستوي. ونجيب كمان جرنانيل اهو معانا وهنتنيهم اهو كده زي ما انت شايفة، حطيت الجورنال تاني من فوق وغطيتها خالص اهي، وبرضو هنبل الجورنال، المية دي لازم عشان المية دي اللي هتخليها تستوي، وهنخليها بقى على نار هادية جدا وتغطيها وتسيبيها لحد ما تستوي. تعالي بقى نقول بسم الله نشوفها، ايوه ما شاء الله، كل مره باجي بختبرها كده بالشوكه برش عليها شويه ميه هي خلاص مستويه خالص، برجع ارش عليها شويه ميه وبقلبها، بقلبها كده على الناحيتين، شايفه اهي خلاص كده مستويه جميله. ودي بقى كده شكل البطاطا بتاعتنا اهي، شايفه اهي بقى ما شاء الله جميله، شايفه الجمال من غير اي تعب كده، بسم الله اهي، شوف كده واحده افتحها، بسم الله شايفه مستويه ازاي اهي، شوف بقى اللون من جوه كله مستوي ما شاء الله اهي، شايفه جميله. والسكر اللي احنا حطيناه على الوش عم نديلها برضو ايه، عم سكر كده. بصي اهي بسم الله، شايفه السكينه نزلت غرزت ازاي عشان مستويه حلو اهي، بس عشان بصور بايد بقطع بيد تاني اهو، شايفة البخار اهو لسه بس سخنة. دي كده اسهل طريقة
لعمل البطاطا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.